أبدأ دلوقتي؟ مصر تحدث عن تقييد صدر الأطباء في الخارج، تفضل رئيس الحكومة. قالت العرب قديما: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما صنع. إن الجميل إذا طال الزمان به فلن يحصده إلا الذي زرع. فلما لا تحصد مصر ما زرعت؟ لما لا تنعم مصر بالمستوى الطبي اللائق؟ ألم تدفع الكثير من أجل تعليم وتدريب الأطباء في مستشفياتها؟ لما لا تسترد ذلك من عملهم في مصر؟ لما تأخذ دولا أخرى هذه الكوادر الطبية في حين يتركون مصر بهذا العجز الطبي الهائل؟ سيداتي وسادتي من لجنة التحكيم الموقرة، زملائي وزميلاتي في الفريقين المؤيد والمعارض، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت لكم بهذه الأسئلة التي تؤرق مصر حتى أستعرض لكم موقف فريقي المؤيد لتقييد سفر الأطباء خارج مصر. وقبل البداية أود أن أقوم ببعض التعريفات التي توضح الموضوع. التقييد لغة هو وضع القيد، أما التعريف الإجرائي للتقييد بما يتناسب مع موضوع مقولتنا هو وضع قانون يقنن من هجرة الأطباء، ومن ثم السماح لهم بالهجرة بعد إنهاء مدة خدمتهم للبلاد. أما المنع فهو يعني عدم السماح لهم بالهجرة تماما. وسفر الأطباء خارج مصر يعني هجرتهم. تفضلي. سأذكرها في الاستراتيجية. وسفر الأطباء يعني هجرتهم، وهجرة الأطباء تعني الهجرة، والهجرة تعني الفعل الإنساني الفردي أو الجماعي المنظم أو العشوائي الهادف للانتقال من منطقة جغرافية لأخرى بحثا عن ظروف معيشية واقتصادية وأمنية وعقدية أفضل. وهجرة الأطباء تصنف ضمن هجرات العقول. فما هي هجرة العقول؟ هجرة العقول هي تحركات الأفراد ذوي المهارات العالية عبر حدود الدول واستقرارهم خارج بلدانهم لفترة طويلة من الزمن. وبداية أود أن أطلعكم على استراتيجية فريقي وأرد على نقطة المعلومة والاستراتيجية التي نتناول الموضوع من جهتها تنص على أنه نظرا للنقص الشديد في عدد الأطباء فإننا نوصي بتقييد سفر الأطباء تقييدا لسفر الأطباء خريج الجامعات الحكومية لمدة 7 سنوات بعد تخرجهم. وسأوضح لكم آلية عمل فريقي، حيث أننا سنتحدث عن الموضوع في محاور عدة. محور اقتصادي ينص على حجتين: أولها أن هناك فاتورة لم تسدد بعد، وأن الدولة، وثانيها أن الدولة تتجه حاليا لتعديل الوضع الوظيفي والمادي للأطباء. ومحور آخر هو محور صحي ينص على أن هجرة الأطباء تؤثر بالسلب على المنظومة الصحية في مصر. ومحور أمني يتعلق بأمن الدولة، وهو ينص على أن تواجد عدد كاف من الأطباء ضروري لاعتبارات الأمن الصحي. وسأبدأ بالحديث في المحور الاقتصادي وسيكمل زميلي الباقي. الحجة الأولى منطوقها أن هناك فاتورة لم تسدد بعد، حيث أن التكاليف التي تتحملها الدولة لتعليم طلاب الطب تكاليف كبيرة، حيث أن تعليم الطب مكلف أكثر بكثير من كل الكليات الأخرى حسب ما صرحت به وزارة الصحة، حيث أن تعليم الأطباء من أولويات الدولة وأن الدولة تدفع سأكمل حديثي وأخذها وأن الدولة تدفع 10,000 دولار سنويا في تعليم الطب. تفضلي. تمام، ذكرته. فعندما ينهي الطالب دراسته في كليات مصر الحكومية ثم يتدرب في مستشفياتها في فترة الامتياز التي أصبحت سنتين بدلا من سنة واحدة في النظام التكاملي الجديد، ويتعلم ثم يسافر لبلد آخر ولا يرد للبلاد ما دفعته له، ولا يعمل في مصر بما يوازي ما دفع له طوال سنين تعليمه، فهذا يعتبر ضربا من ضروب الأنانية وعدم الوفاء بالجميل. فالأطباء كما تعلمون يا سادة قد يعانون عند التخرج كغيرهم من جميع التخصصات، ولكن عندما تستقر أوضاعهم تكون حالتهم الاجتماعية أحسن من غيرهم كالمعلمين وغيرهم، وهكذا. فبالتالي محاولتهم للهروب من واجبهم تجاه الدولة هو تملص من المسؤولية. يجب تفضلي. لماذا يتم مقارنة الطبيب بالمعلم ولا يتم مقارنته بالقاضي الذي يتقاضى أجر أكبر منه بكثير؟
نحن القاضي يتقاضى أجرا كبيرا بعد فترة من التسلسلات ولا يتقاضاه عندما يتخرج مباشرة. طيب. ولكن عندما تستقر أوضاعهم تكون حالتهم الاجتماعية أحسن من غيرهم كما ذكرت، فبالتالي هي محاولة، هي تملص من المسؤولية. يجب أن يؤخذ على الأطباء كونهم لا يبالون بوضع البلاد والعباد الذين ينظرون إليهم كمنقذين من الأمراض والأوبئة. ينظر لهم الأطباء نظرة ثم يتركونهم ليموتوا. وأتناول الحجة الثانية وهي ومنطوقها أن الدولة تتجه حاليا لتحسين الوضع الوظيفي والمادي للأطباء، حيث نجد منظومة التأمين الصحي الشامل إحدى جهود الدولة لتحسين وضع الأطباء والمرضى في مصر. وكما نعلم أن أي تجربة تبدأ بما يناسب إمكانية الدولة حاليا وخطوة بخطوة يتم التوسع ليشمل محافظات الدولة جميعا، ليس هذا وحسب. فنجد نقابة الأطباء قد قدمت مقترحا للحكومة بإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء، والدولة لا تألو جهدا لتنفيذ ذلك. كما نعلم أن الاقتصاد المصري ينمو باستمرار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المادية. شكرا. هذا ذكرته في حجتين التي طرحتها. أول حجة ذكرنا في الحجة الأخيرة، منظومة التأمين الصحي الشامل ستضمن أن الطبيب سيأخذ مرتبا يقارب حديث التخرج يقارب 11,000، وهذا نفذت بالفعل. ما هذا ما ذكرته، نفذت بالفعل في بعض المحافظات وكانت يعني كفئا، وبالتالي سوف ذكرت أنها خطوة بخطوة سوف تتجه الدولة لتنفيذها في جميع المحافظات. هل ينتظر الطبيب أن تستكمل الحكومة منظوماتها الصحية في باقي المحافظات؟ إلى أي مدى سينتظر؟ عليه أن ينتظر، فالكل ينتظر وليس الطبيب وحده من يعاني من مشكلة اقتصادية. وذكرنا القاضي والوزير وغيرهم، وذكرنا القاضي والوزير هم القاضي والوزير جزء أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هدير حسن زعيم المعارضة جامعة بني سويف. في البداية قبل ما أبدأ كلامي بحب أرحب بزملائي في الفريق المؤيد والفريق المعارض والسادة أعضاء لجنة التحكيم، أهلا ومرحبا بكم جميعا. قبل ما أبدأ كلامي بحب أفند على قول رئيسة الحكومة لما ذكرت تعريف هجرة العقول ولكنها لم تذكر هدر العقول، أي عدم الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية وهو السبب الرئيسي لهجرة العقول والأطباء إلى الخارج. أيضا تكلمت عن مستقبل البلد وكلمت عن الأفضال اللي بتقدمها الدولة والتكاليف اللي بتقدمها، ولكن ما تكلمتش ماذا عن مستقبل أبناء هذا البلد. كلمت أيضا يعني نقدر نقول هي كلمت عن جانب واحد ما قدرتش توازن بين كل الجوانب. مهاجر من وطني يحملني الرحيل، يقضي أحلامي بقايا ليلنا الطويل، أهرب كطريد من حدود المستحيل، أبحث عن خريطة دافئة، أبحث عن مكان بديل. وهذه هي قضيتنا. تفضلي. هدر العقول ليس جزءا من المقولة حتى أقوم التعريف، ولكنها جزء أساسي. وهذه هي قضيتنا. فجئنا اليوم نحن فريق المعارضة لمعارضة تقييد سفر الأطباء خارج مصر، ولكن يتسنى لنا أولا ذكر بعض المفاهيم الهامة كالسفر. فالسفر هو الانتقال من مكان إلى آخر في رحلة قصيرة أو طويلة في مسافتها أو مدتها، إما للعمل أو للسياحة أو الزيارة أو الهجرة، وهذه قضية بديهية لا خلاف عليها. أما ما نختلف عليه الهجرة، فالهجرة تعبر عن حركة الأفراد وتنقلهم من وطنهم الأصلي إلى مكان آخر بهدف البحث عن معايير حياتية أفضل. لذلك يوجد هجرة مؤقتة وهجرة دائمة. فالهجرة المؤقتة هي السفر لفترة زمنية محددة حتى تتوفر المعايير الحياتية الأفضل في الوطن الأم. أما الهجرة الدائمة فهي السفر بصورة دائمة حين ييأس الطبيب من العودة إلى بلاده، أي أن المتغير التابع هنا المعايير الحياتية الأفضل وليست الهجرة من أجل الهجرة. وسوف نتناول بعض الحجج. تفضل. وسوف نتناول بعض الحجج
التي يقوم فيها زعيم المعارضة بتناول العوامل الطاردة في مصر من الناحية القانونية والاجتماعية، بينما يختص نائب زعيم المعارضة بالعوامل الطاردة في مصر من الناحية الاقتصادية، فضلا عن ذكر عوامل الجذب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يقوم نائب تاني زعيم المعارضة بتلخيص ما تم ذكره من حجج وتوضيح أبرز نقاط التصادم ونقاط المعلومة. ويتمثل الادعاء في أن البيئة المصرية طاردة للأطباء، فمن الناحية القانونية والدستورية يعاني الدستور من قصور في هذه الناحية، فلا يوجد نص دستوري يحمي الطبيب المصري من الانتهاكات التي يتعرض لها أثناء قضاء عدد ساعات عمله، وبدأ ذلك جليا في تقديم نقابة الأطباء بلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي لعام 2020 ضد النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، وذلك لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. فهل يمكن لمهنة سامية مثل مهنة الطب أن تتعرض لمثل هذه الاعتداءات وفي نفس الوقت لا يوجد قانون أو سند دستوري يحمي الطبيب من الانتهاكات؟ لا في وقت لا. أما من الناحية الاجتماعية فهي متمثلة في تقدير مهني ومجتمعي، المتمثلة في الاعتداءات المتكررة أيضا على المستشفيات والأطباء، فمثلا الاعتداء بالضرب على طبيب أمراض القلب في بنها سيد الدركي، والاعتداءات على الدكتور محمد عوض يوسف في مستشفى الساحل التعليمي وتعرض أنفه للكسر، بالإضافة إلى مشكلات تراخيص المنشآت الطبية المتمثلة في الإجراءات الروتينية التي يمر بها الطبيب لفتح العيادة الخاصة به لممارسة المهنة، بالإضافة إلى تدهور مباني المستشفيات والسكن غير الآدمي الخاص بالدكاترة، بجانب عدم تقدير الدولة ماديا من حيث زيادة الراتب ومعنويا من حيث الحوافز المعنوية والتقديرات الفخرية للطبيب الذي يتمتع بدرجات علمية عالية في وقت لاحق. وذكرنا هنا نحن نتحدث عن الهجرة، فالسفر نص الدستور المصري على حرية السفر، السفر هنا مش مشكلة، السفر يسافر ويرجع، ممكن يسافر يتفسح يروح يجي، لكن مشكلتنا هي الهجرة، انه هاجر بصفة دائمة. احنا مش جايين هنا نتكلم عن السفر، احنا جايين نتكلم عن الهجرة. وقد تم توضيح الجانب القانوني والاجتماعي، وسوف يتم تناول الجانب الاقتصادي من قبل نائب زعيم المعارضة، ونستنتج ان البيئة المصرية القانونية والاجتماعية طاردة للاطباء، ونؤكد على موقفنا المعارض لتقييد سفر الاطباء الى الخارج. هل من أي استجواب؟ حضرتك ذكرتي البيئة المصرية طاردة للأطباء أنهم يتعرضوا إلى اعتداءات. طيب ممكن تذكري لي مثلا نسبة الأطباء دي أو إديني يعني نسبة؟ أنا ذكرت لك مثال على سبيل المثال وليس الحصر. لو تكلمنا على الانتهاكات اللي بيتعرض لها الطبيب فهنحتاج ننزل لكل مستشفى ونشوف البيئة الاجتماعية الناس نفسها بتتعامل ازاي مع الاطباء في حالة مثلا وجود ناحية مثلا قصور او وجود اي حاجة. لا توجد احصائية الان، ولكن ما اؤكد لك ان هناك انتهاكات كثيرة. رأيي أن الطبيب سافر بإرادته، كون أن حصل لديه اعتداءات في الخارج دي نتيجة أنه مثلا ممكن حصل لبس في موضوع، حصل مشكلة معينة، لكن بإرادته، لكن بإرادته سافر هو بإرادته للخارج. لكن ليت في العربية زيادة أحرف يسع الكلام السلام للجمع الأشرف، ولو بالزمان متسع فنكون خير من نفع وانتفع، أتينا إليكم بعجلة وبلا تمهل لنكون خير الخير وأول الأوائل. إننا في يومنا هذا بمعرض الكثير عن التحديات،
وفي كل تحد نحن بحاجة إلى درع واقي، وإنما نعني بدرعنا الواقي جيشنا الأبيض خير أجناد الأرض، هم العيون التي لا تغفل ولا تنام، الساهرون على الآلام، الأطباء، العلماء، ورثة الأنبياء. حضرة السيدات والسادة، هل لنا أن نتخيل دولة بدون جيش؟ فإن كنتم لا تتخيلون دولة بدون جيش، فبالمثل لا نتخيل دولتنا بدون جيشها الأبيض. وبعد الترحيب أؤكد على موقف الفريق المؤيد لمقولة تقييد سفر الأطباء خارج البلاد، وبالوقوف على تفنيد بعض ما ذكره الفريق المعارض في حديثه. ذكر في الاستجواب رئيس الحكومة أننا نحن نقول منع الأطباء، نحن لم نذكر هذا الأمر، ومقولتنا اليوم ومناظراتنا وما أتيني إليه هو تقييد لسفر الأطباء وليس منعهم منعا باتا. تفضلي. التقييد كما ذكر من فريقي، التقييد هنا وما حدثنا عنه في الاستراتيجية هو تقييد لفترة معينة، فيسمح لبعض الكليات من وصل وتعلم على حسابه الشخصي له الحق في السفر، ولكن من تعلم بمصروفات الدولة المصرية له الحق، عليه الواجب بأن يقوم برد الجميل. تحدث الفريق المعارض عن هدر للعقول. نحن في مصر يا سادة البحث العلمي ليس بالقليل، وأن التقييد قد يكون بالتعاون مع الدولة مثل التعاسات الدراسية مع الدول الخارجية، ومن ثم تعود للبلاد ويعني زيادة المعرفة العامة لمصر في هذه النقطة. لاحقا قد ذكر بعض الحالات الفردية، فهل بعض الحالات الفردية تكون جزءا له أولوية حتى يذكر في مثل هذا المقام؟ فلقد تم ضرب الأطباء واضطهادهم في الكويت والسعودية، وقرأوا عن هذه الأحداث، وقد قام آلاف الأطباء الشباب في بريطانيا إضرابا عن العمل في وقفة احتجاجية. هل يعد هذا الإضراب هو الأطول بتاريخ الخدمة الصحية في المملكة البريطانية؟ هل يعتد بهذا الأمر؟ تفضلي. أنتم تحدثتم عن المعاناة التي يتعرض إليها الطبيب المصري، وتحدثتم عن بعض الانتهاكات الحقوق والاضطهادات، فنحن نذكر لكم هذا الأمر أنه قائم في بعض الدول الخارجية. دعوني أولا أن أتحدث عن تواجد عدد فإننا نرى تواجد عدد كافي من الأطباء ضروري لاعتبارات الأمن الصحي. دعونا أولا نعرف الأمن الصحي يا سادة. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأمن الصحي هو كل الأنشطة المطلوبة لتقليل خطر الحوادث الصحة العامة الحادة وتأثيرها الذي يعرض الصحة الجماعية للسكان للخطر. ففي خلال العامين السابقين دهمتنا جائحة كورونا والتي هددت كل دول العالم بالمرض والوفاة. فمن هو حائط الصد الأول أمام هذا المرض؟ بالطبع حائط الصد الأول إنه الجيش. أي جيش يا سادة؟ إنه الجيش الأبيض. ما هو الجيش الأبيض؟ الجيش الأبيض هو جيش من الأطباء، وهو المسؤول عن توفير الأمن الصحي للدولة. فدولة بلا جيش أبيض دولة لن تستطيع أن توفر الأمن الصحي لمواطنيها، وبالتالي الدولة ستكون معرضة لعدد كبير من الوفيات داخل أبنائها مع انتشار الأمراض. فلذلك لابد من الحفاظ على هذا الجيش، لابد من تنمية عدده. فكما تقوم الدول بزيادة عددها من الأسلحة العسكرية من أجل تقوية الجيش العسكري، فمهم أيضا أن تقوم بزيادة مخزونها من الأطباء من أجل التعامل مع الأوبئة، ولا ترك المخزون الاستراتيجي لهذه العناصر تستنزف لصالح دول أخرى ولتقوية أمنها الصحي على حساب أمن دولتنا. أما ثانيا فإن هجرة الأطباء يؤثر بالسلب على المنظومة الصحية في مصر، حيث ذكر في التقرير اليوم 31/12/2020 لنقابة الأطباء المصرية تقريرا يطلق الضوء الأحمر يحذر بالخطر الذي بات قريبا من نقص عدد الأطباء بالنسبة لأعداد المرضى. فالمعدل العالمي هو 23 طبيب لكل 10,000 مواطن، بينما المعدل في مصر هو 9.2 طبيب لكل 10,000 مواطن، أي أقل من طبيب لكل 1,000 مواطن. وبعد كل هذه التحذيرات هل نترك الوضع دون تقييد؟ بالإضافة إلى وفيات الأطباء خلال أزمة كورونا التي فاقمت الأزمة. حضرتك ذكرت أن التقدم العلمي في مصر ليس بالقليل، عايزة نسبة التقدم العلمي في مصر. نحن هنا لن نتحدث عن نسب التقدم العلمي في مصر، نحن هنا نتحدث جئنا اليوم للناظر عن تقييد سفر الأطباء خارج البلاد. شكرا.
برضو حضرتك ذكرت هذا ليس له علاقة بأمرين في بريطانيا. طيب عايزة مقارنة بين الأجور في بريطانيا والأجور في مصر عشان كده أنتم نحن هنا كنا في صد الرد، كنا في موقف الرد، فنحن كنا رددنا عليكم في نقطة أن هناك بعض الانتهاكات التي تحدث في مصر تحدث أيضا في الدول الخارجية. نحن عن الانتهاكات تحدثنا عنها في مصر لأن الناس كل دولة أخرى، حضرتك ذكرت دولة أخرى في بريطانيا. نعم أنتم تتحدثون على أنا سفر أنتم تتحدثون علشان الأجر فيه عالي. دعيني أرد على هذه النقطة. أن السفر هنا من سفر فهو قائم بالأمر. السفر للأطباء كان أنتم تحدثون عن الانتهاكات التي قامت في بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أحمد خلف نائب زعيم المعارضة جامعة بن سويف. قبل أن أبدأ في خطابي أود التفنيد على بعض النقاط في خطاب السيدة رئيسة الحكومة، هي أوضحت أن هناك نقص شديد في عدد الأطباء. هذه المعلومة غير صحيحة، النقص الشديد ليس في عدد الأطباء ولكن هناك نقص في التخصصات وليس في عدد الأطباء. أين تقدير الدولة لهؤلاء الأطباء بعد رحلة تعليم شاقة؟ فوفقا لآخر رفع للحد الأدنى للأجور، راتب الطبيب حديث التخرج لا يساوي راتب أي موظف درجة رابعة في أي وزارة. أين التقدير لهذه المهنة السامية؟ منظومة التأمين الصحي الشامل غير مطبقة إلا في عدد محدود من المحافظات وهي 6 محافظات، أين باقي المحافظات؟ استكمالا للخطاب السيد نائب الرئيس وضح أن الدول الخارجية ما يعاني فيها الأطباء أيضا، فلنفترض وجود ذلك، ولكن مع وجود المعاناة توجد عوامل الجذب، ولكن في وطن الفرد الذي يجب فيه أن يحصل على أسمى مواضع التقدير لا يوجد سوى عوامل الطرد. أيها الوطن ارفع سقفك كي أستطيع تحته أن أرفع رأسي. الدعاؤنا يتمثل في أن العوامل والأوضاع الاقتصادية المصرية تدفع الأطباء للسفر للخارج، حيث بعد رحلة تعليم شاقة ومرهقة لا يجد الأطباء أي تقدير وظيفي أو معنوي في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة وعوامل الجذب الخارجية، في ظل بيئة مصرية طاردة لذلك يهاجر الأطباء للخارج لتوفير احتياجاتهم المعنوية والوظيفية. ونكمل على خطاب زعيمة المعارضة، حيث تتسم البيئة الداخلية بالعديد من العوامل الطاردة على رأسها تدني الأجور والمرتبات، حيث يصل متوسط راتب الطبيب حديث التخرج إلى 3500 جنيه. تخيل معي هذا الراتب في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، حيث أوضح الرئيس السيسي خلال أحد المؤتمرات وقال نصا: هو أنا مش عايز أديله راتب كويس، أنا مش قادر أديله راتب كويس. أكدت نقابة الأطباء المصرية أن راتب الطبيب المصري في السعودية يصل ل 180 ألف جنيه سنويا، أي ما يقارب 15 ألف جنيه شهريا. تخيل مع الفرق، هذا بالإضافة لضعف المخصصات المالية وقلة الإمكانيات اللازمة للبحث العلمي. تخيل معي في ظل عوامل الطرد الداخلية هناك مغريات خارجية كثيرة تعود بالنفع على الطبيب وعلى الدولة، فعلى المستوى العلمي واكتساب الخبرات هجرة الأطباء المصريين للخارج لنقل خبراتهم إلى أطباء آخرين فيما يعرف بعملية تدوير العلماء أو تدوير الأطباء. تفضلي. العجز الطبي المفروض الدولة تشوف له حل، وهو ان هي ترفع رواتب اجور الاطباء وتحاول توفر لهم بيئة مناسبة. على المستوى العلمي واكتساب الخبرات هجرة الاطباء المصريين للخارج تكسبهم خبرة اكثر، ثم يعودون الى مصر لنقل خبراتهم فيما يعرف بتدوير العلماء او تدوير الاطباء، ويساعد ذلك في رفع المستوى الصحي. وكلما كان الشعب اكثر صحة كلما زادت قدرته على الانتاج والتقدم، ولنا في ذلك امثلة عديدة. مثال على ذلك الدكتور مجدي يعقوب والدكتور علاء قنديل ودكتور نجم الدين الذي درس بجامعة روما واستطاع ان يزيد من معدلات اجراء جراحات المخ والاعصاب الى اكثر من 50 حالة شهرية
وغيرهم من الأطباء، ومن جانب آخر تساهم تحويلات المصريين بالخارج في تحسين الوضع الاقتصادي. وفقا لتقرير البنك المركزي الصادر أواخر عام 2022، فإن تحويلات المصريين بالخارج زادت لتسجل 31.9 مليار دولار، وتزايدت هذه النسبة بمقدار 1.9 مليار دولار تزامنا مع زيادة أعضاء الأطباء المهاجرين للخارج، مما أدى لارتفاع معدلات النمو. هجرة تفضل. وضح سؤال. هل بمعنى إن ارتفاع أعداد الأطباء بالخارج وزيادة مرتباتهم يمكنهم من القيام باستثمارات في مصر؟ وخير دليل على ذلك دكتور مدحت منجي الخبير في طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية الذي شارك في المشروع القومي حياة كريمة، ودكتور مجدي يعقوب الذي أسس أول مركز لأمراض القلب بأسوان لعلاج الأطفال وأنشأ جمعية سلاسل الأمل بهدف مساعدة الأطفال. تخيل معي هؤلاء الأطباء إذا لم يهاجروا للخارج، وإن كنا نعارض تقييد هجرة الأطباء للخارج لأنه يصب في مصلحة الدولة والأوضاع في مصر. ختاما نستنتج أن البيئة المصرية هي بيئة طاردة، وأود التوكيد على موقف المعارض لتقييد هجرة الأطباء خارج مصر. طب ولماذا لتنظري إلى راتب القاضي؟ أنا أتحدث عن شيء. أنا ذكرت أن البيئة طاردة فلنترك جميع البلاد، ما قولت في ذلك؟ لكن هذه مهنة سامية وهي مسؤولة عن حياة الأفراد، ويترك الجيش البلاد لأنه يعاني من مشاكل. وهل راتب الجيش مثل راتب الطبيب؟ أقل. ليس أقل، معلومة خاطئة بالمرة. ذكرت أنا أنه في قليل، في عدد قليل من المحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذكرت أيضا أنه سوف يتم تطبيقه في الباقي. ألم تسمعني؟ وهل الطبيب ينتظر حتى يتم تطبيق هذه المنظومة في باقي المحافظات؟ ذكرت حضرتك أن العجز الطبي يحل عن طريق رفع الرواتب. العجز الطبي عجز في عدد الأطباء وليس في مشكلة في رواتب الأطباء. عندما تقوم الدولة بتوفير رواتب الأطباء وتوفر لهم الوضع الاقتصادي المناسب، الأطباء مش هيسافروا. مش هيسافروا بره، فالعدد هيبقى مناسب. شكرا. السلام على الجمع المديد، هنا جئنا لنعرض من جديد ثمار العصف الذهني، لنقول على الملأ بفم ممتلئ قولا سديد، لنقول لأهل هذه الأرض: أتأتون السنن وتتركون الفرد؟ بالخط الأحمر العريض الطبيب يداوي والطبيب مريض، كيف لنا أن يكون في خيرنا لغيرنا؟ كيف الخير فينا إن لم ننفع به أنفسنا؟ أيتألم القريب من دمي وأنا بأحضان الغريب أرتمي؟ أما بعد، فإنني أدعم وأقوي موقف فريقي المؤيد وبشدة لتقييد سفر الأطباء خارج مصر، ولا أرى في موقفنا حيودا أو ميلا، وإنني الآن سأعرض بعض النقاط أو سأقف على بعض النقاط التي تصادم عليها الفريقين. ذكرتم أن البيئة المصرية طاردة للأطباء لأنه يتعرض للاعتداءات، وقمنا بالرد على ذلك بأنه يتعرض الطبيب للعديد من الاعتداءات خارج مصر أيضا، وبالتالي ونستنتج من ذلك أنه لا ينعم الطبيب بحياة هنيئة إذا هاجر كما ذكرتم. تفضلي. كان محور حديثنا عن موقف القانون المصري من تلك الانتهاكات. في الخارج يمكن التعامل مع تلك الانتهاكات والحصول الطبيب على. قمنا أيضا بالرد على ذلك حيث أنه هناك مشروع قانون قد فرض بتجريم ما يحدث للأطباء من على نحو حبس أو غرامة، قد يصل الحبس من مدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة تصل من 50,000 إلى 100,000 جنيه. فبذلك الدولة تحاول بالفعل حل هذه الانتهاكات. من قال أن الدولة تقف مكانها ثابتة تنظر لهذه الاعتداءات بأفواه صامتة ومكتومة؟ كذلك قلنا أن هناك أنه أننا لا نواجه عجزا في
الأطباء وإنما عجز في التخصصات. نحن نعلم أن هناك عجزا في بعض التخصصات بالفعل كالتخدير والطوارئ، ولكن أيضا ذكرنا على ذلك أو ذكرنا عن الإحصائية الصادرة، قمنا بالرد على ذلك أنه بالفعل هناك إحصائية صادرة من وزارة الصحة بأن نسبة الأطباء المهاجرين خارج البلاد 65%. فبذلك كيف تقولون أن هناك عجزا في التخصصات وليس هناك عجزا في الأطباء؟ أنتم بذلك تنكرون ما أصدرته وزارة الصحة. تفضلي. ما هي نسبة العجز؟ 65% ذكرناها بالفعل. ذكر زعيم المعارضة في حديثه أن المنع، وقلتم بأن المنع هو شكل أو أن التقييد هو شكل من أشكال المنع، وقام رئيس الحكومة بالرد على ذلك بأن هناك فرق بين المنع والتقييد. كذلك تكلم زعيم المعارضة عن أن هناك هدر للعقول، وقمنا بالرد على ذلك بأن الهدر ليس محور مناظرتنا اليوم وإنما نتكلم عن تقييد سفرهم. لاحقا سأتناولها لاحقا. لماذا ذكرتم أيضا أنه لماذا يتم مقارنة الطبيب بالمعلم أو بالقضاء الذي يتقاضون أجرا مرتفع؟ لماذا دائما تختصرون دور الطبيب في العائد المادي؟ هذه الأزمة الاقتصادية علينا جميعا، ليست على الأطباء وحدهم. فهل كلنا نهاجر ونترك بلادنا لأننا نواجه عجزا ولا أننا نتقاضى أجورا منخفضة؟ هل هذا هو الحل برأيكم؟ هل نتخلى عن أمننا الصحي وجيشنا الأبيض من أجل بعض يعني الأموال التي يعني لا عائد منها ولا طائل منها سوى أنها تحل بعض المشكلات المؤقتة؟ هل هذا هو الحل برأيكم؟ كذلك ذكرتم أنه سأتناولها لاحقا، ذكرتم أنه مسموح لي كذلك أيضا استكملتم حديثكم بأنه مسموح لطلاب آخرين أو مهن أخرى بالسفر خارج البلاد، وبذلك قمنا بالرد عليكم أن طلاب الطب أو أي كلية أخرى قائمة على الأمن الصحي لا يمكن مقارنتها بأي مجال آخر، لأن هناك بالفعل عجز في الأطباء في مصر مقارنة بباقي المهن، فبالتالي إذا سافر أم لم يسافروا فلن يؤثر ذلك عليهم بعكس الأطباء الذين هم عددهم قليل وبالفعل نحن نواجه عجزا في وجودهم. كذلك هناك أهمية دور الطبيب أنه هو سلاحنا، هو يعني هو طبيبنا، هو جيشنا الأبيض، كيف سوف نواجه هذه المشكلة بعدم وجودهم؟ بسم الله الحق العدل، وهكذا ننشد العدل بالأطباء المصريين. معكم رانيا رمضان، طالبة علوم سياسية بجامعة بني سويف، ونائب ثاني زعيم المعارضة لمقولة أن تقييد هجرة الأطباء إلى الخارج. أولا أبدأ بالتفنيد، استهلت رئيسة الحكومة خطابها بتساؤل حول لماذا لا تحصد مصر زرعتها. ببساطة لأنها لم ترع تلك الزرعة حتى كادت تزبل وتموت، فهل نتركها تموت؟ لا، لابد أن ننقلها إلى تربة أخرى ترعاها حتى تجني الثمار المطلوبة منها. أما عن فكرة الاستراتيجية المتبعة وهي 7 سنوات، متى إذن يحقق الطبيب طموحه التي بات 7 سنوات أخرى يدرس في الطب من أجلها؟ متى؟ بعد تجاوز العمر؟ بعد أن يفنى عمره؟ وماذا عن الطلاب الذين يدرسون بالفعل؟ بعض الطلاب يريدون أن ينقلوا تعليمهم أو يحولوا مسارهم التعليمي إلى الخارج، ماذا عنهم؟ لم يتم التطرق إليهم في الاستراتيجية. فضلي. ماذا عن فاتورة الطبيب التي لم تسدد إلى الآن؟ أنتم لم تعطونا رقم. لكي أسدد الفاتورة يجب أن تقدم إلي خدمة كاملة، إذا لم تقدم إلي خدمة كاملة كيف أسدد فاتورة ناقصة؟ أما عن اعتبار الطبيب أناني لأنه ينشد حياة كريمة فهذا منطق خاطئ، لأنه ببساطة إنسان ينشد مصلحته قبل أي شيء، وكيف ينشد مصلحة المجتمع إذا لم ينشد مصلحته الخاصة؟ هذا منطق الإنسانية وهذا منطق الإنسان بصفة عامة. أما عن فكرة الهجرة والسفر والخلاف حولها فقد بينا أن الهجرة أحد صور السفر، وهذا أظن ببساطة أنه موضوع حديثنا لأن لا خلاف على فكرة السفر. تفضلي. إذا لم تسدد الفاتورة لأنها لم تكن كاملة، حيث لن تعتبر أبدا ما دفع في تكاليف التعليم لمدة 7 سنوات.
يتم دفعها ببساطة شديدة خلال أزمة كورونا، وقد تحدثت إليها تطرقت إليها أيضا، تم مناشدة الأطباء الذين هاجروا أو سافروا إلى الخارج لكي يعودوا إلى الوطن، وقاموا بالفعل وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة الصحة المصرية وتصدوا للأزمة. والدليل على ذلك نجاح المنظومة المصرية في التصدي لأزمة كورونا بالمؤشرات والأدلة المثبتة. أما عن مقارنة أوضاع الطبيب بالمعلم، فقمنا برد على هذه النقطة بأنه لماذا لا يتم مقارنته بغيره من الموظفين أو العمال في مصر؟ أين الأوضاع المقارنة بين الأوضاع الاجتماعية بين الطبيب وغيره أو الأوضاع الاقتصادية وغيره؟ أما عن فكرة التقييد التي تناولتها في الاستراتيجية الخاصة بالحكومة لاحقا، فقد ذكرتم أن التقييد سوف يكون خاص بالفئات التي تعلمت على نفقة الدولة، أي الفئات الأكثر فقرا. فماذا عن حقوقهم؟ لماذا نقيد ونضغط دائما على الفئات الفقيرة؟ لماذا هذا التمييز بين هؤلاء وأولئك؟ لماذا لم نقيد أيضا الأطباء الذين تعلموا على نفقاتهم الخاصة وهم أقل حاجة إلى السفر؟ بما أننا نتطرق إلى فكرة أن الأوضاع الاقتصادية هي الباعث الأول على هجرة الأطباء. تفضل. أنا ليك في النقطة حال الدولة في مواجهة كورونا وأنها قامت برد جيد. إذا أنتم متفقون معنا في أن الدولة تسعى جيدة لحل هذا؟ نحن نتفق أن الدولة تسعى إلى ذلك، ولكنها لم تتخذ السياسات الحقيقية والجادة لتنفيذ ذلك. أما عن فكرة التطرق أو الاحتجاج بما قامت به بعض الطلاب او بما قام به بعض الطلاب في المملكه المتحده، فهذا الادعاء او هذا الاحتجاج غير منطقي بالنسبه للاوضاع الاقتصاديه في مصر. فكيف يمكن المقارنه بين الاوضاع الاقتصاديه في المملكه المتحده والاوضاع الاقتصاديه في مصر؟ هذا احتجاج غير عادل. نعود الى مناظرتنا او خطابنا او التلخيص الخاص بخطابنا. فقمنا أولا بالتعريف بالسفر والهجرة، ووضحنا أن الهجرة تابع للمعايير الحياتية، أي أن الطبيب يهاجر من أجل المعايير الحياتية. فمتى توفرت له المعايير الحياتية المناسبة سواء في وطنه أو غيره سوف يبقى في هذا المكان. وتناولنا الحجج القانونية والاجتماعية سواء الخاصة بالعوامل الطاردة للأطباء من وطنهم أو العوامل الجاذبة لهم في الخارج. فذكرنا أن من الناحية القانونية القانون المصري لا يمتلك النص الواضح والصريح الذي يحمي الأطباء من الانتهاكات. فمش هوفيكوا حقكوا من الفقر. انا سعيد جدا زي ما قلت في بدايه لقائي بيكم في اول المعسكر،
انا زي وزي ما دكتور هشام قال ان انا عميل كنت مزدوج قديما دلوقتي فانا عميل ثلاثي. فانا حقا فخور بانتمائي لاسيوط كمحافظه وانتمائي لجامعه اسيوط كخريج وانتمائي لجامعه بني سويف كعضو هيئه التدريس حاليا بدرس في جامعه بني سويف. فانا فعلا فخور بالجامعتين كويس جدا بالاضافه طبعا لانتمائي الاكاديمي والمهني دلوقتي لجامعه السويس. فانا فخور جدا بكم كنتم حقا يعني قبل حتى ما نتكلم عن مستواكم اللي وصلكم واهلكم لانكم تكونوا في الدور النهائي وان شاء الله نشوف في الدور قبل النهائي ان شاء الله نشوف منكم فرق هنشوف منكم طبعا فرقه في النهائي. لكن ايا ما كانت الفرقه انتم فزتم قبل الفوز باخلاقكم اثبتتم جامعه اسيوط وجامعه بني سويف الفوز الاخلاقي قبل كل شيء وهذا هو ما نرجو هو ده الهدف ان احنا نخرج من المعسكر اتعلمنا استفدنا من بعض خرجنا بصداقات دائمه. فشكرا لكم. مش هعلق على المناظره لان زي ما قالت زميلتي دكتوره فاطمه انتوا لا يجب التعليق عليكم فشكرا جزيلا. شكرا لكم بالتوفيق ان شاء الله واحنا كنا سعداء ان احنا معاكم يعني اظن ان هو ده النهائي يعني التوفيق. شكرا لكم ما عنديش اي تعليقات.